نعم طبعا، يعني هناك مطالبات كثيرة باستئناف هذه اللجنة أو لجنتي 5+5 التي تمثل القيادة العامة والأخرى التي تمثل المنطقة الغربية من ليبيا، نتيجة المطالبات سواء المحلية ولا الدولية لمال هذه اللجنتان من أهمية نظرا لأن هاتان اللجنتان معنيات يعني بوقف اطلاق النار في ليبيا وبفتح الطريق ما بين غرب وشرق ليبيا وجنوبها، وكذلك تفكيك السلاح من الميليشيات المحليه الليبيه، وكذلك اخراج المرتزقه والقوات الاجنبيه من ليبيا والتي في اولها القوات التركيه. طبعا كل هذه الاشياء من مهمه هذه اللجنه، خلينا نقول لجنه 5+5 معا او العشره. فنظرا لأهمية هذه اللجنة يعني كانت هناك ضغوطات محلية ودولية من أجل استئناف، وتم استئناف عمل اللجنة والذي سيبدأ إن شاء الله خلال الأيام القريبة القادمة باجتماع لهما في تونس إن شاء الله. نعم، يعني سيد فتحي، في انطلاقتها الجديدة برأيك هل ستحرز اللجنة العسكرية أي تقدم في مسألتي وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة من البلاد؟ طبعا وقف اطلاق النار هذا انتهى امره يعني من سنه واكثر يعني تقريبا، يعني من يوم اللي تم يعني الاتفاق على وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار يعني متوقف حتى هذه اللحظه. يعني ممكن اطلاق النار فقط على الارهابيين، على داعش وعلى المجموعات الاخرى الارهابيه الخارجه عن القانون، اما الاطراف الاخرى متوقف القتال فيما بينهم والجميع ملتزم بذلك، وهذه طبعا خطوة مهمة جدا يعني حقيقة، والطريق تم فتحها والمطارات تم فتحها. الآن أمامنا يعني تفكيك السلاح من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون وخاصة الموجودة بالذات في مدينة طرابلس والتي تشكل خطر على الدولة الليبية وعلى عمل الحكومة الليبية وغيرها. فطبعا هذا المحور مهم جدا وهو تفكيك السلاح. نحن نعرف بأن وجود السلاح بأيدي يعني خارجة عن القانون يعني غير الجيش وغير الجهات الأمنية يعتبر يعني يشكل خطر يعني على وضعية الدولة. فطبعا الأمر هذا مهم وموكل لهذه اللجنة من أجل العمل على الترتيبات اللازمة لنزع هذا السلاح يعني بطرق منظمة ومرتبة. نحن نعرف أن يعني هؤلاء ليبيون ولا بد من التعامل معهم على اعتبار انهم يعني يحملون الجنسيه الليبيه، وربما نتيجه الفوضى واسقاط النظام انتشر السلاح ووصل السلاح الى هؤلاء وبداوا يعملون به. العمل به يعتبر خارج نطاق الدوله، يعتبر يعني خطا ويعتبر مخالف للقانون ويعاقب عليه. لا بد وان يصل الى مسامعهم ذلك، ولا بد وان من يريد ان يحمل السلاح عليه ان ينضم الى الجيش او ينضم الى الجهات الامنيه بشكل فردي وأينما تضعه الدولة وليس بشكل جماعي. ومن لم يريد يسلم السلاح فطبعا الجيش يعني سيتعامل معه وكذلك الجهات الأمنية. أيضا موضوع المرتزقة التي هي من خارج البلاد هذه لابد وأن تخرج، يعني فيها قوات مرتزقة كثيرة منها حتى من سوريا يعني من بلدكم. يعني لدينا يعني عدد من الميليشيات المرتزقة المسلحة القادمة من سوريا عن طريق عملاء وعن طريق مخابرات وعن طريق تركيا وغيرها موجودين في الأرض الليبية. نحن نرفض وجودهم رغم أنهم أخوة عرب لنا، ولكن لابد وأن يأتوا بطرق يعني أخرى يعني منظمة يعني مع الجيش ومع الحكومة الموجودة. نحن صح نحن أخوة عرب، ولكن لا تأتيني كمرتزق وتخلط لي الأوراق وتساهم في عملية الفوضى. فمثل هذه المرتزقة لابد لها وأن تظهر أو تخرج من ليبيا. كذلك المرتزقة الأخرى سواء التشادية أو النيجيرية أو غيرها الموجودة عندنا من الدول الأخرى. أيضا القوات الأجنبية مثل القوات التركية الموجودة على الأرض الليبية لابد لها وأن تخرج. نحن دولة مستقلة، دولة حرة، دولة ذات سيادة، لا نرضى بوجود قوات أجنبية على أرضنا ولا نرضى بمرتزقة أجنبية موجودة على أرضنا. فمن ضمن عمل هذه اللجنة 5+5 العمل على ذلك، وبالتالي هذا ليس يعني طلب الناس منها ضرورة مواصلة العمل. وطبعا هي يعني تحظى بتأييد دولي وتحظى بتأييد محلي هذه اللجنة، وملتزم الجميع بتنفيذ يعني مقرراتها وترتيباتها التي ترتبها في هذه الشؤون. يعني نعم،
أشكرك جزيل الشكر سيد فتحي عبد الكريم مريمي، كنت معنا من طبرق المستشار الأعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، شكرا جزيلا لك.